يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لموظف يكلف بشراء شيء لشركة مثلا كالسيارة بمبلغ، فيشتري السيارة من عند أحد يعرفه بسعر أقل، هل يجوز له أن يأخذ الفرق من البائع على اتفاق معه ويكتب في الفاتورة المبلغ الأساسي مع فارق السعر؟ لا يجوز هذا من الكذب والخيانة. يكتب في الفاتورة السعر الواقع ولا يكذب ويأخذ الزيادة. نعم.